حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبه عن ابي اسحاق قال سمعت الاسود عن عبد الله رضي الله عنه قال قرا النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكه فسجد فيها وسجد من معه غير شيخ اخذ كفا من حصى او تراب فرفعه الى جبهته وقال يكفيني هذا فرايته بعد ذلك قتل كافرا